مين اللي بيشرف على ان حالات الغسيل بتروح في ميعادها؟ الدكتور عبد الفيز منا، الدكتور حسام، وكان موجود في البعثه السنه اللي فاتت، وهو موجود معانا المره دي في البعثه، وهو مسؤول عن حالات الغسيل الكلوي ومسؤول عن حالات الاورام. متابعه على مدار الساعه للاطمئنان على الاحوال الصحيه للحجاج المصريين بالاراضي المقدسه والوقوف على مستوى الخدمه الصحيه علاجيا ووقائيا التي تقدم لهم. كان محور تساؤلات وزيره الصحه بالبعثه الطبيه المصريه بمكه المكرمه عبر الفيديو كونفرنس. طمنت على الاعداد للعيادات اللي تم افتتاحها. احنا فتحنا حوالي 70% عيادات، وبكرة وبعده إن شاء الله هنكتمل 100% من العيادات بتاعتنا بإذن الله. اطمنت على الأدوية والمستلزمات وتوفرها، وأن لو محتاجين أي دعم. اطمنت على حالات الغسيل الكلوي والأورام وتلقي علاجها. اطمنت على التزام الأطباء والقوى البشرية واللجان المرور بتاعتنا، وإن احنا نكثف المرور أكتر على العيادات. اطمنت على حالة الانضباط اللي بيدور بها أعمال البعثة كلها بالكامل. معالي الوزيرة كانت بتأكد على إن احنا يبقى في متابعة دورية للمرضى اللي محجوزين في المستشفيات، بتأكد كمان على ان يبقى في متابعه لمرضى الغسيل الكلوي وكم واحد مريض غسيل كلوي وعمل غسلاته في مواعيدها ولا لا، كمان تاكيد على حالات الاورام اللي عندهم اورام بياخدوا لتلقوا العلاج الكيماوي بتاعهم اللازم ليهم ولا لا، وده هي بتتابع بصفه يوميه. وطلبت ان يبقى في تقرير يومي، تقرير هو عباره عن صفحه واحده بس، يبقى مختصر مرايه ايه الانشطه اللي بتتم يوم بيوم، يبقى قدامها صباحا ومساء. كما وصلت البعثة الطبية المصرية استقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين فور وصولهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة لتوعيتهم وتزويدهم بالإرشادات والمعلومات اللازمة لوقاية من الأمراض المزمنة وتجنب ضربات الشمس. استقبلنا النهاردة أول حجاج محافظة المنوفية، تم توفير 300 كرسي متحرك للحجاج من وإلى الحرم، موجودين في الفنادق بتاعت المؤسسة كلها بالكامل. المؤسسة بتقدم وجبتين إفطار وغداء للحجاج. عيادات لوزارة الصحة موجودة هنا هو متوفرين على مدار ال 24 ساعة، بيخدموا جميع الحجاج المصريين. بنعرفهم بأن درجة الحرارة 44، وأن لازم يعملوا الإجراءات الوقائية للبعد عن أماكن التجمعات، عن حرارة الشمس المباشرة، بالمية كتير بزيادة، وإزاي على قد ما يقدروا يمنعوا اختلاط في أماكن والتزاحم في الأماكن اللي فيها اختلاط عالي، وبالذات الناس اللي عندها برد. بسم الله ما شاء الله. التوعية بالنسبة للبعثة المصرية الطبية على ما يرام، لازم نهتم بان احنا ما نزحمش، ان احنا ما نقربش برضو من عشان النفس لا ما شاء الله الاستقبال جميل وكل حاجة على مستوى عالي جدا بصراحة، الخدمة ممتازة. جهود مضنية تبذلها البعثة الطبية المصرية بفرقها كافة العلاجية والوقائية على مدار الساعة لتوفير واتعة الخدمة العلاجية للحجاج المصريين أينما كانوا. من مكة المكرمة محمد حلمي، النيل.